يا باشمهندس محمود وحيد، مؤسس معهد لإنقاذ إنسان. أهلا بيك، أهلا. منورنا. أنا اللي مش عارفة أقولك إيه على كل الجمال اللي أنا شايفاه هنا في المؤسسة، بجد حاجة كده عظيمة. شكرا ليك. قولينا بقى حالة أستاذ سمير، لقيتوها إزاي؟ شفتوها؟ احنا عامة الحالات كلها احنا عاملين سيستم للمؤسسة، عندنا متطوعين على جميع أنحاء الجمهورية وجميع المحافظات، أي حد بيشوف حالة موجودة في الشارع بيصور الحالة وبيبعت لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك صورة للحالة والعنوان بالتفصيل. من هنا أول ما بناخد البلاغ بيبدأ فريق الإنقاذ بتاعنا يتحرك اتجاه الحالة، بيعمل بحث حالة وبيحدد الحالة مستحقة ولا لأ، لأن في طبعا في حالات كتير قاعدة في الشارع هم مش مشردين، هم من يعني المتسولين، فدول احنا ما بنستهدفهمش. اتبلغنا بحالة عم سمير، كان موجود تحت كوبري 6 اكتوبر، وضعه صعب جدا، صحته كانت يعني في حالة متأخرة. عملنا البحث لحالته وجدنا ان هو قاعد مش بيتسول ولا قاعد يعني مضطر ان هو يقعد في المكان ده غصب عنه يعني. ابتدينا ان احنا ننقذه وناخده من الشارع ندخله الدار، ابتدينا معه بالاجراءات الطبية، الحمد لله تحسن وبقاله معانا فترة كبيرة داخل المؤسسة. ساعة ما جه ما فيش حد خالص بيسأل عليه ولا أولاده ولا أي حد من قرايبه. والمؤسسة ما حاولتش تتواصل مع حد من أهله؟ والله إحنا تواصلنا مرة مع أخته، لكن يعني هو رافض التواصل مع أي حد، يعني هو شايل مش عايز إن هو يتواصل مع أي حد، ولكن إحنا تواصلنا مرة مع أخته وكان برضه هي عندها تجاهه بتبادلوا نفس الشعور، فما كانش في حاجة ان احنا نصلح بينهم او حاجة زي كده. ووقت ما تواصلتوا معاهم لقيتوا ما فيش امل من اخته خالص، ولا هي حاولت حد من ولاده ان هو يتكلم ولا اي حاجة؟ لا، هي بتغلطه وهو بيغلطها وما فيش ما يعني بتعرفش توصل لحل. بس طب وابني كان احنا بنتكلم ان ايا كان مين غلطان ما ينفعش اسيب ابويا او اسيب اخويا في الشارع بالشكل ده، ده وضع مهين لينا كلنا. ازاي انت يجيلك نوم وانت في بيت ومقفول عليكي وسايبه واحد كبير سن وكبير جدا في الشارع بالوضع ده؟ شيء مؤسف يعني. صح، تشرفت بيك جدا. شكرا. وميرسي، ميرسي لحضرتك، ميرسي على كل المجهود اللي انت بتعمله.